والشخصية العمانية والحفاظ على الهوية الوطنية وغرس القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف، هذا ما تهدف إليه التربية على المواطنة بوزارة التربية والتعليم، وجسد من خلال الملتقى الثاني الذي نظمته جمعية الأطفال أولا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي حمل عنوان وطن يرتقي هام السماء. ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، فالمواطنة ليست مجرد كلمات تقال، إنما هي عبارة عن ممارسات لابد أن نترجمها بحب وإخلاص لهذا الوطن. أيضا نستهدف هنا الطلبة في جميع المراحل التعليمية، فالهدف هو إيصال هذه المفاهيم وترجمتها وممارستها، أن نكون في النهاية مواطنين صالحين إن شاء الله تعالى في هذا الوطن المعطاء. ويأتي الملتقى انطلاقا من رؤية الجمعية في العمل على التوعية والتنمية والتمكين للطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية، ليكون فردا فاعلا في المجتمع معتزا بقيمه وعاداته ومحافظا على المنجزات الوطنية. هناك العديد من المسابقات أقمناها بالنسبة للطلبة، الهدف فيها هو الطالب نفسه، بحيث أن احنا نحاول أن نغرس، والحقيقة المدارس معنا في المحافظة وإداراتها وقياداتها حاولت في هذا الجانب تعزيز هذا الجانب، وهو من ضمن كما قلت سابقا هو من ضمن الأهداف الرئيسية للوزارة. وكذلك لدينا مشاريع طلابية تختص بمشروع من أجل الوطن. المعرض المصاحب للملتقى ضم مجموعة من الأركان المتنوعة ومشاريع طلابية في مجال المواطنة ونماذج من الملامح للعادات العمانية القديمة وجانب من الفنون التشكيلية جسدها الطلبة عبر رسم بعض اللوحات الوطنية المعبرة. شاركت طبعا في هذا الملتقى عن الأشياء التي صنعها الإنسان العماني والوسائل أيضا المستخدمة في المدارس بالنسبة للمواد التي تهتم بالهوية الوطنية. مشروعنا عبارة عن حاجز مائي يهدف إلى تغذية المياه الجوفية بالمنطقة وحل مشكلة الجفاف. مشروعنا مستدام وقائم على أرض الواقع، ولدينا خطط تطويرية في المستقبل. مشروع الزامة والزمن يعود، في مشروع من أجل الوطن، تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية. فكرته أحياء موروث حضاري قديم اندثر منذ 35 سنة وأعدنا إحيائه. وتعد إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض في مجال المواطنة فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات. وتعمل التربية على المواطنة في المؤسسات التعليمية على تأصيل المنهج العلمي وتشجيع الابتكار بما ينسجم ويتماشى مع رؤية عمان 2040، والتي من أولوياتها دعم الهوية والمواطنة والثقافة والتراث. محمد بن سعد العلوي، محافظة الظاهرة.